السؤال الآخر: ما حكم شراء التلفزيون وما حكم اقتنائه وإدخاله المنزل واستعماله في البرامج الدينية وهل يجوز لي بيع المسجلات والتلفزيونات والراديوهات والمسجلات والأشرطة الفاضية؟ نرجو بيان ذلك. التلفاز فيه شر عظيم وفيه بعض المصالح والخير، فالذي ننصح به تجنبه عدم اقتنائه لما قد يقع فيه من الشرور من الأغاني وآلات الملاهي وبروز النساء السافرات غير المحتجبات وما يلقى فيه من بعض المسلسلات الرديئة، فهذا هو السبب الذي ينبغي أن لا يقتنى من أجله. أما لو قدر أن إنسانا سيطر عليه ولم يسمع منه إلا الطيب، هذا إذا أمكن لا بأس، لكنه لا يمكن في الغالب، لأنه يجر بعضه بعضا، يجر بعضه إلى بعض. كذلك ما يتعلق بالمسجلات، إذا كان مسجل في مسجل فيه الأغاني والمنكر لا يجوز، أما مسجلات عادية ليس فيها شيء فلا بأس بها، يسجل فيها الطيب والرديء. فالمسجل يباع ويشترى لا بأس به، ولكن لا ينبغي يسجل فيه إلا الطيب، لا يسجل فيه الأشياء الرديئة. وأما الفيديو فكذلك، الفيديو يجب أن يحذر، لأنه فيه ذو أفلام خبيثة، فيجب أن يحذر ولا يقتنى بكلية، لأنه وسيلة إلى شأن عظيم. اللهم إلا فيديو يسجل فيه خير ينفع المسلمين في دعوته إلى الله ولكن دعوته إلى الله وقيام فيما ينفع المسلمين، وهذا بين الناس نادر، الموجود بين الناس والشر.